في ليلة 12 من ربيع الأول 43-400 هجرية، ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين العلماء، ليلة يفرح فيها الناس، يفرحون بمجيء هذا الخير، مجيء هذا النور، مجيء هذا الهدى، مجيء هذا الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. ففضل الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، ورحمته هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيفرح المسلمون بهذا الخير وهذا الهدى. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جمعية الإرشاد والإصلاح ككل عام تحيي ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، تذكيرا بسنته، تذكيرا بأمره، تذكيرا بنواهيه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحياء هذه السنة كل عام، ونسأل الله من كل قلوبنا إن شاء الله أن يعمنا برحمته وأن يرفع عنا هذا الوباء. وفي الأخير نذكر بمقولة الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى، أنه ما على المسلم الذي لا يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم في تفكيره وفي عمله، لا تنفعه ولا تغني عنه صلاة ولا زكاة، ولا تنفعه رحمة من الله تعالى.